ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، ولكن أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقط الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ثم ألمانيا. The largest economy in all of Europe by a significant margin and the fourth largest in the world, falling just behind Japan. The economy of Germany is so interesting not just because of its sheer size, but more because of its tenuous and surprisingly short history. Germany is a hugely influential economy in the world today, and even more so amongst the other European economies. It has been a stabilizing force in the Eurozone, and its prosperity has overflowed into other nations that have been less stable. Germany is today home to a system called the social market economy, or Rhine capitalism, an economic system thought up by the German government during the reconstruction of the nation after World War II. This is a unique system that has been the guiding policy of the nation for over 70 years. But it wasn't something that was just dreamt up out of thin air. It was the product of the history of the nation up until that point. ألمانيا كما ذكرنا الاقتصاد نتكلم عن تقريبا 3.5 تريليون يورو أو تقريبا 3.7 تريليون دولار، لكن أيضا هي قوة مصدرة بشكل كبير جدا، يعني صادرات ألمانيا هي أكثر من 1.2 تريليون دولار. لاحظوا القوة التصديرية اللي عندها ألمانيا، ونحن عم نتكلم هون مع 83 مليون نسمة، والبلد أيضا يعتبر سابع أكبر بلد أوروبي من حيث المساحة. لكن ما يميز الألمان عامل مهم جدا، وهو أنه بالنسبة إلى الميزان التجاري هو دائما عندهم فائض في الميزان التجاري، وأحد 11 دولة أوروبية عندها فائض بالميزان التجاري. هذا أزعج بقوة في آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة اليونان وأيضا إيطاليا وإسبانيا، اللي اتهموا دائما ألمانيا بأنها استفادت على ظهرهم، وخصوصا من معدل صرف اليورو بتسجيل فائض، وبأنه وقعت إيطاليا وإسبانيا واليونان بأزمات ديون بسبب ألمانيا وبسبب معدل صرف اليورو. إذن ألمانيا مثل ما قلت أكبر اقتصاد بأوروبا، وأكبر عم نتكلم نحن عدد سكان 83 مليون بمنطقة اليورو، طبعا بعيدة عن فرنسا، بعيدة عن أيضا إيطاليا بالنسبة لعدد السكان، وبعيدة أيضا جدا عن بالاقتصاد عنهم. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الديون، ديون ألمانيا مسيطرة عليها بقوة، رغم أنه إعلان قبل أيام ميركل بأنه ما حيكون في بقى أنه التزام أو أكثر بقواعد الدين، خصوصا مع أزمة كورونا اللي أضرت كثيرا أيضا بالألمان. لكن إلى الآن الناتج، عم نتكلم نحن الدين على الناتج، هو جدا مقبول وأحسن بكثير وأفضل من الدول الأخرى الكبيرة المتقدمة بأوروبا. عم نتكلم فقط ب 63% تشكل الديون، الديون تقريبا عند 2.5 أو 2.27 تريليون، بينما الاقتصاد عم بيكون مثل ما قلت عند 3.6 تريليون. مع أي دولة الألمان يعني المعاملات عم بتكون؟ الشريك الكبير أوروبيا هو هولندا، يعني لأنه المين إكسبورت بارتنر، أو خليني أقول الأكثر شيء عم تتاجر معه ألمانيا، هو هولندي. وأيضا يلي الولايات المتحدة هو الدولة الأكثر شيء بتشتري من ألمانيا، يعني ألمانيا بتشتري أكثر شيء من هولندا، والولايات المتحدة بتشتري أكثر شيء من ألمانيا. في الخبر التالي سنتناول بعض الحقائق عن ألمانيا وبعض المميزات التي هي مشهورة بها ألمانيا. سنذهب إلى بعض الأرقام والحقائق عن ألمانيا في هذه الفقرة. The newly founded German Empire then went on to go through its own industrial revolution, building factories and ports and mines and laying down railroads wherever it could. Germany was a bit of a latecomer to this whole industrial revolution business, but because of this, it was able to import the technical knowledge of nations that had already gone through the whole process. They were able to innovate and develop their economy at a mind-blowing rate. By the turn of the new century, the German Empire had surpassed both America and the United Kingdom in its steel production, which at this time was a very very strong measure of industriousness. دائما ما نقول ألمانيا بخير، أوروبا بخير. طبعا ألمانيا هي القاطرة بالنسبة إلى القارة الأوروبية، وخصوصا لمنطقة اليورو، وتقود المنطقة وتقود أوروبا دون أي منازع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، اللي حتغادر هذه السنة أيضا بعد 15 سنة كانت مستشارة.
بالنسبة إلى نحن نتكلم طبعا عن كورونا، لهون الطاقم الطبي في ألمانيا يواجه نقص كبير جدا، خصوصا قبل كورونا نتكلم، هناك 20% من أطباء ألمانيا سيغادرون قريبا لأنه حيبلغوا 60، ويوجد طبيب لكل 200 مواطن ونسبة قليلة. يجب يعني بأي طريقة أنه يصير في أطباء أكثر ونوعا ما رفع هذا المعدل. فقط هناك 400,000 طبيب في ألمانيا، نحن نتكلم هون عن 83 مليون، ونصفهم يعملون في المستشفيات بالنسبة إلى الأطباء في ألمانيا. يعني أكيد حيكون في نوع من تغيير كبير واستقطاب للأطباء في ألمانيا. أربع فضائح هزت ألمانيا، هزت سمعتها. الألمان معروفين بالجدية وأيضا منتجاتهم المعروفة واللي فيها ثقة بكل العالم، لكن حصل أربع هزات في السنوات الأخيرة بالفعل أثرت بقوة على سمعة ألمانيا، إن كان بكرة القدم اتهم القيصر فرانس بيكنباور بشراء مونديال 2006، هي أول واحدة. يعني أيضا ضربة كانت بمجال السيارات الفي دبليو، وخصوصا مع الفضيحة الكبيرة جدا اللي حصلت بسبب الانبعاثات هيدي. والثالث أيضا شيء أتت من القطاع البنكي، ومعروف الألمان بالبنوك دوتشي بانك، أوكي السيارات كرة القدم، وأيضا القطاع البنكي عندما كان هناك تلاعب بالنسبة إلى دوتشي بانك بالليبر، هذا بالنسبة إلى. وأخيرا مؤخرا تلاعب بالنسبة إلى الأرقام المحاسبية بالنسبة إلى واير كارت، عم شاهد هذه كانت الفضيحة الكبرى واختفاء ملايين ومليارات من القوائم بشكل غير معروف. هذا بالنسبة إلى الفضائح، ولكن أيضا دائما ما كان يكتب عن مطار برلين اللي تأخر عدة سنوات، كان لازم ينتهي منذ 4-5 سنوات، مؤخرا شاهدنا فقط الانتهاء نوعا ما، لكن أيضا كان دائما تحت الأنظار وتسبب نوعا ما بإرباك وإحراج بالنسبة إلى المستشارة. نصف الألمان تقريبا، يعني نتكلم نحن نصف الألمان يعيشون ببيوت، يعني مستأجرين بيوت بالأجار، وبالتالي أي نوع من الغلاء المعيشة سيؤثر بقوة على معظم الألمان، خصوصا هون هذه النسبة الكبيرة بالنسبة إلى عدم التملك المنازل. نتابع مع الشركات الألمانية وبعض الأرقام عن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. تشكل ألمانيا تقريبا ثلث اقتصاد منطقة اليورو. ألمانيا المعروف جدا أنه تلت مساحتها هي ما زالت مؤلفة من الغابات، بعدين هي أول دولة اعتمدت أو يعني روجت أو أصدرت التوقيت، عم نشاهد هون الصيفي، حصل ذلك عام 1916، لاحظوا منذ متى. ألمانيا مثل ما بتعرفوا مؤلفة من 16 ولاية، بافاريا هي الأكبر، وبالإضافة إلى ذلك اللغة الألمانية معروفة جدا يعني وتتكلم اللغة الألمانية بشكل رسمي طبعا بألمانيا، بالنمسا، بليشتنشتاين،
لوكسمبورغ، عم نتكلم بهولي وبسويسرا، هون عم نتكلم هون بهذه الدول التي تعتمد اللغة الألمانية كلغة رسمية. طبعا العاصمة هي برلين، وبرلين من قبل كانت أيضا عاصمة في عدة دول، يعني فرانكفورت كانت عاصمة رغم أنها هي العاصمة الاقتصادية، ولكن في السابق كانت عاصمة في عدة دول صراحة كانوا مثلوا عاصمة ألمانيا في السابق، فرانكفورت، برلين، أيضا نتكلم عن نورنبرغ وبون، مثل ما بتعرفون كان في ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، كان عندنا برلين وكان عندنا بون وعندنا آخن وعندنا ريغنسبرغ وأيضا ويمار. هولي العواصم في المدن في السابق كانوا يعني شكلوا في مرحلة من المراحل تكون هي عاصمة ألمانيا. هذا بالنسبة إلى بعض هذه الأرقام. سأدخل الآن إلى يعني الشركات كالشركات، ونشاهد وين قوة وعظمة ألمانيا في مجال الأعمال في مجال الصناعة وما هي أبرز شركاته. إذا نظرنا إلى مؤشر داكس الألماني، داكس منقول نحن داكس 30 أو داكس 30، لكن هو سيصبح داكس 40 متى؟ بالربع الثالث من هذا العام صار في نوع إضافة 10 شركات. هذه الشركات 30 بتشكل من الداكس، هناك شركات كبرى، حنشاهد عدة شركات هي رقم واحد عالميا في مجال نشاطها. لكن بداية أريد أن أقول أنه القيمة السوقية للداكس كله، يعني كل شركات الداكس اللي بتضمه، هي أقل من أبل بكتير، يعني نتكلم فقط تريليون، تريليون ومئتين، أقل أيضا من مايكروسوفت. لاحظوا مجتمعة هذه الشركات كنسبة بالنسبة إلى القيمة السوقية. أذهب الآن إلى بعض الشركات. طبعا الشركات هون متنوعة، ألمانيا حتشاهدوا شركات بعدة نشاطات ومختلفة. إذا تكلمنا عن الرياضة طبعا لازم نتكلم عن الرياضة. أديداس، أديداس مثل ما معروفة تاني أكبر شركة بالنسبة إلى الملابس الرياضية في العالم بعد نايكي، وبتضم أيضا ريبوك. أسس الأخوين داسلر، لكن داسلر رجع اختلفوا الأخوين اللي هني رودي وآدي. رودي ذهب وأسس شركة بوما، بينما آدي رجع أسس أديداس. كانت الشركة هي أديداس، هي باسم العائلة اللي هي داسلر. أديداس تملك 8% من الريبوك، تملك أيضا 8% من بايرن ميونخ، الفريق رقم 2 عالميا، وهذا بالنسبة إلى هذه الشركة. طبعا ما حأدخل بتاريخها، برنارد تابي في فترة من فترات استحوذ على الشركة الفرنسي، ثم صار في مشاكل مع كريدي ليوني، استحوذ رجع عدة مرات، انتقلت الشركة. هذا بالنسبة إلى أديداس، لكن أديداس ما زالت هي رقم 2 في العالم. أذهب إلى شركات التأمين، شركة الأليانس أو شركة أليانس هي أكبر شركة تأمين في العالم طبعا، وعندها إدارة الأصول بتضم فيها بيمكو، الشركة المعروفة اللي كان يعمل فيها بيل جروس وأيضا محمد العريان. كانت تضم أيضا الشركة دريسدن بانك، مبيع لكوميرس بانك، وأخذت فيها حصة تقريبا ب 14% بكوميرس بانك. لاحظوا حضور وقوة وإدارة المليارات بالنسبة إلى مئات المليارات بالنسبة إلى أليانس، اللي تأسست الشركة هذه المرة ببرلين وعام 1890. هذا بالنسبة إلى التأمين. بالنسبة إلى الرياضة أذهب إلى شركة أخرى. كما ذكرنا مشاهدين، هناك عدة شركات ألمانية هني يا رقم واحد في العالم يا رقم اثنين عالميا، نتعرف عليها.
شركة BASF اللي هي أكبر شركة كيميائية في العالم، ولكن تاريخ التأسيس أيضا نتكلم عن أكثر من 150 سنة. عام 1865 تأسست الشركة، عائدات 60 مليار يورو كان بال 2019، وعدد الموظفين نتكلم، يعني هذه الشركات الألمانية بتضم بسهولة في الكثير منها أكثر من 100 ألف موظف، ها 117 ألف موظف. هذا بالنسبة إلى BASF. أذهب إلى شركة تانية، طبعا بالنسبة إلى الشركات التانية مثل ما قلنا إن كان بعدة نشاطات سيارات، وحتشاهدوا عدة نشاطات أخرى. أذهب الآن إلى شركات الأدوية، شركة باير معروفة جدا، عمرها أكثر من 150 سنة، 157، تأسست 1863، والتأسيس هون شركة الأدوية وأسسها فريدريك باير، ونفس العائلة هون تحمل اسم العائلة، 100 ألف موظف مثل ما قلنا، 103 ألف، والعائدات 43 مليار يورو. هذه أيضا شركة، طبعا باير الأسبرين المشهور. بيرستورف هون عم نتكلم معنا شركة منتجات العناية الشخصية. بالنسبة إلى هذه الشركة قديمة جدا أيضا، 1882، 140 سنة، وتأسست هون عم نتكلم المركز بهامبورغ، ومن أبرز المنتجات التي بتضمه العلامات التجارية هي نيفيا، وبالنسبة عدد موظفين 20 ألف موظف. أذهب الآن إلى الشركة بالنسبة كونتيننتال اللي هي شركة الإطارات، أكبر مورد للإطارات، رابع أكبر مورد للإطارات في العالم، معروف جدا، وأيضا بالنسبة إلى الفرامل المركز هو بهانوفر، طبعا هانوفر تقريبا بالوسط ألمانيا وناحية الشمال نوعا ما. وتأسست الشركة كمان هون، يعني شركات كبيرة تأسست 150 عاما، بتضم 232 ألف موظف، حوالي ربع مليون موظف، أكثر من ربع مليون موظف. طبعا ألمانيا هي يعني بلد السيارات، BMW تأسست عام 1916. نتكلم أيضا هنا مركز وفي المتحف أيضا بمدينة ميونخ، ممكن سهل جدا أنكم تشاهدوها. بالنسبة إلى دايملر نتكلم هون عن شتوتغارت، 1926 تاريخ التأسيس، 300 ألف موظف. هذا بالنسبة إلى شركات السيارات. هناك شركات أخرى أيضا، يعني ألمانيا تضم شركات سيارات، حتى مؤخرا تسلا تمركزت بمصنع كبير جدا قرب برلين. أذهب إلى قطاع البنوك، طبعا دوتشي بانك، وعندنا كوميرس بانك، دوتشي بانك، دوتشي بانك معروف جدا، خصوصا إذا بتذهب إلى فرانكفورت بتشاهد الأبراج، إن كان برج كوميرس بانك، برجين لا دوتشي بانك، خصوصا المصرف، يعني تأسس قبل 150 عاما، عم تشوف هون شركات كلها 150 عاما، 130 عاما، وعدة فضائح في المرحلة الأخيرة، خسائر كبيرة جدا أيضا بالنسبة خصوصا بقطاع الاستثمار إلى هذا البنك، مر وصار في حديث كبير جدا المفاوضات بشأن الاندماج مع كوميرس بانك، فشلت كل هذه المواقف، صار أنه أكبر من أنه يأفلس دوتشي بانك، وبالفعل هون اهتزت سمعة هذا البنك العملاق اللي لعب دور كبير جدا بصعود ألمانيا، خصوصا بصعود ألمانيا وحقبتها الذهبية. البنك تأسس البنك موجود بفرانكفورت، ولكن تأسس في برلين. هناك عدة شركات تأسست في برلين في السابق، خصوصا يعني لما نتكلم قبل 1900 برلين لعبت دور كبير جدا، شاهدنا عدة شركات كبرى ما زالت موجودة تأسست ببرلين، وهذه الشركات الكبرى ممكن من الطبيعي أن تتعاون أيضا مع أدولف هتلر. دائما نتابع مع الشركات الألمانية العملاقة، برجع بذكر تأسيس عم بيكون عدة شركات قبل 1900، وعدد الموظفين عم بيكون بسهولة أكثر من 100 ألف.
أذهب إلى شركة البريد. طبعا شركة البريد دوتشي بوست واللي هي أكبر شركة شحن في العالم تملك الدي اتش ال المعروفة جدا، تأسست عام 1995 طبعا إجت من بعد دوتشي بوست. وهون عم نتكلم بإيرادات ب 63 مليار يورو، ولكن عدد الموظفين رهيب، عم نتكلم نحن 546 ألف موظف، أكثر من نصف مليون موظف بدوتشي بوست، وهي أكبر شركة بالنسبة هون للبريد في العالم أو الشحن في العالم. هذا بالنسبة إلى دوتش بوست. بروح على دوتش تيليكوم، هذه الشركة كمان المعروفة جدا، خصوصا يكون عندك أنت 83 مليون نسمة، من الطبيعي أن يكون قطاع الاتصالات لاعب كبير أيضا بالاقتصاد. دوتش بوست المركز ببون العاصمة القديمة، بينما دوتش تيليكوم هو الهيدكورترز كمان ببون، عم نشاهد هون. والتأسيس عدد الموظفين هو عند 200 ألف موظف. أذهب إلى كمان شركة سيمنز، لاحظوا هون شركة سيمنز المعروفة 173 عاما تاريخ التأسيس، أيضا 1800 وحتى دون 50 1847، والهيدكورترز أو المركز هو ميونخ، ولكن تأسست في برلين كما ذكرنا. برلين كانت نقطة مهمة لتأسيس الشركات. 385 ألف موظف بالنسبة إلى سيمنز، و 86 مليار كانت يورو العائدات بال 2019. أذهب إلى أكبر شركة برمجيات بأوروبا، خصوصا يعني عندنا أوراكل، بعدين عندنا ساب. ساب تأسيس هي رقم 3 عالميا أيضا، ليس فقط أنه أكبر شركة أوروبية. أوروبا تفتقد بقوة قطاع التكنولوجيا بشكل كبير جدا، أثر بقوة على القيمة السوقية للأسواق. تأسست عام 1972 لإيرادات 27 مليار و 100 ألف موظف. أذهب إلى شركات الأدوية، أعود مرة جديدة، عندنا بايرو وعندنا الميرك، بس الميرك هون أقدم، نتكلم عن 350 عاما. تأسست عام 1668 و دارمشتات الهيدكورترز، العائدات 16 مليار مقابل 57 ألف موظف. هذه كمان من الشركات مهمة جدا. ألمانيا هالتنوع الكبير جدا، إن كان بالسيارات إن كان بشركات الصناعة المختلفة، وخصوصا تثبت أكثر وأكثر ألمانيا قوتها التصديرية. يجب أن ننسى الرقم السحري اللي عندي دائما، على طول فوق 1.1 أو 1.2 تريليون يورو كصادرات، ووصلت أحيانا 1.4 بالنسبة للصادرات. آخر خبر دائما عن ألمانيا ننهي في هذه الحلقة، بعض الشركات وأيضا شخصية أنجيلا ميركل. لا يجب أيضا أن ننسى شركة هينكل اللي هي شركة الرعاية المنزلية العناية الشخصية، معروفة جدا بتضم عدة علامات تجارية أبرزها بيرسيل. تأسست قبل 150 عاما، والمركز هو مقر الهيدكورترز هو بدوسندوف. طبعا دوسندوف هي مدينة معروفة جدا أرستقراطية وليست بعيدة كثيرا، نص ساعة عن كولن. تأسست هينكل بآخن. أما أذهب أيضا إلى آخر شركة سأتناولها في مؤشر الداكس، وهي شركة إعادة التأمين أو التأمين أيضا ميونخ ري، اللي هي تأسست قبل 140 عاما، ومثل ما اسمها بيقول هي بميونخ أيضا، والعائدات كانت 59 عم نتكلم هون بالنسبة 1000 موظف. هذا بالنسبة إلى الشركات. بالنهاية بس بدي ألقي الضوء على أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل هي مستشارة منذ 15 عاما، وهي مستشارة قائدة أوروبا قائدة ألمانيا، وتخلت عن قيادة الحزب، لكن خلال 15 عاما عاصرت الكثير من الرؤساء، إن كان بألمانيا إن كان بأمريكا إن كان بفرنسا الصين روسيا بريطانيا. حنشاهد الرؤساء اللي مرقوا عليها. في أمريكا أربع رؤساء، نحن نتكلم عن بوش الابن، أوباما، وترامب، والآن جو بايدن. هؤلاء أربع رؤساء في أمريكا. بفرنسا أيضا أربع رؤساء، جاك شيراك،
نيكولا ساركوزي، وهون كان في علاقة كبيرة جدا ووطيدة، وكانت الأهم وأكثر شخص كان قريب منها هو نيكولا ساركوزي، وبعدين كان في فرانسوا هولاند، والآن أيضا ماكرون. أما بالنسبة إلى الصين طبعا مع الرئيس الصيني الحالي وأيضا الرئيس الصيني السابق جينتاو. أما بالنسبة إلى روسيا، روسيا بوتين دائما، ولكن بوتين في فترة من الفترات، يعني فترة لولاية واحدة، استلم ميدفيديف الرئاسة، وبالتالي فينا نقول أنه عصرت رئيسين من روسيا. بريطانيا توني بلير وغوردون براون، كاميرون، تيريزا ماي وبوريس، هول أيضا خمس رؤساء من بريطانيا وهن الأعلى. وهون هيدي كانت تقريبا يعني مسيرة أنجلا ميركل.